هناك تراجع كبير للقوى الإسلامية في العراق، لأن حقيقة صارت أصبحت هناك 3 دورات ولم يكن هناك تقدم في الواقع. هذا من جانب. الجانب الآخر، علينا أن نجري مقارنة. يعني العملية الانتخابية السابقة لم يخرج لها إلا 49% من الناخبين، وهناك 41% قد جاءوا من المحافظات الوسطى والجنوبية. أكيد في الانتخابات القادمة وفقا للدلائل الموجودة التي لم تقدم هذه الحكومة ولا مجلس النواب شيء يذكر إلى المواطن العراقي، فبالتالي سوف لا تتجاوز 30%. ال 30% هذه يعني الخريطة السياسية سوف تتغير، يعني هذه الأحزاب التي جاءت بكميات كبيرة سوف لا تكون لها هذا الكم الموجود. أضف إلى ذلك، إذا كانت هناك منظمات المجتمع الوطني وكانت هناك أصوات سواء كانت من الجماهير أو من المرجعية المحترمة، فبالتالي علينا أن لا نقبل بهذا القانون. نعم قائمة مفتوحة، لكن علينا أن نأتي بما يسمى الكوتا الحقيقية. عندما نصل إلى هذه المرحلة يعني هذه الأصوات سوف لا تأتي. يعني اليوم سوف يكون هناك لمنظمات المجتمع المدني، للمثقفين الموجودين في المحافظات، وكذلك للمستقلين، ولا أقصد المستقلين الذين ينضمون تحت أحزاب كما هناك كتلة المستقلون أو المستقلين، لا أقصد هذه الأمة أحزاب، لكن المستقلين الحقيقيين هم الذين سوف يكونوا في الانتخابات لهم الباع الكبير.